بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا المشاهدين الكرام، أخواتنا المشاهدات الكريمات، حياكم الله جميعا أينما كنتم في أرجاء عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي وفي مهاجركم مغترباتكم في كل أماكنكم على هذه الأرض، لكن نخص أهل الغوطة بالتحية والسلام، ونخص أسرانا بالتحية والسلام، ونخص مرسي من بين هؤلاء بتحية خاصة كبيرة ودعاء إلى الله أن يفرج عنه هذا الإجرام الواقع عليه، هذا اللا إنسانية، هذا الانحطاط الذي يمارس مع هذا النظيف الوطني الشريف الحر النزيه ذو اليد البيضاء، لتلوث بسرقات كما شأن الآخرين، نتلوث بعمالة لإسرائيل، ولذلك يمرمط هذه المرمطة. فتحية له وتحية لأهله، أبنائه وبناته وزوجته وإخوانه، ثبتهم الله على الحق. هذه ضريبة أن تكون على الحق، ولكن العملاء مكفولون براءات مضمونة، وتمكن يجيب النظارة الشمسية والقهوة والسلامات، سيادة الرئيس تفضل تفضل. شفت العملاء كيف يعاملون؟ تفهم من هذا أن العهد الجديد هذا العهد وطني إسلامي عروبي، افهمها إخواني. إلى متى يخدعونكم؟ أنا يعني هذا مخلوق ليعمل، مخلوق ليفهم، مخلوق ليدرك، وليس مخلوقا ليعطل ويهمل ويقذف به في سلة المهملات. كيف يضحكون عليكم؟ كيف رئيس الوطني وطني إيه؟ كلكم يعلم أن مبارك لص وعميل، والله منذ 50 سنة عميل للسي اي اي، ولذلك براءات. واذهب إلى قصورك آمنا مطمئنا، هذا الرجل لن يخرجوه حيا ويلوياك، لأنهم يخشون ما يحمل في صدره من يقين ومن إيمان ومن فكر ومن مبادئ ومن قيم، يخشون هذا الدين، لأنهم باطل خفافيش لا تعيش إلا في الظلام. تحية لكل المظلومين، تحية لأهل القدس، تحية لكل أهل فلسطين، حياكم الله، ثبتنا الله وإياكم على الحق المبين إن شاء الله. مرحبا بكم في مفتتح حلقة جديدة من برنامجنا، برنامجكم دين ودنيا دواما. نسأل مولانا أن يصلح لنا الدين والدنيا، وأن يصلح لنا الدنيا بالدين، هذا دعاؤنا الخالد التالد المؤبد الآبد. لا صلاح للدنيا إلا بهذا الدين إخوان. إحنا مش مزرعة أرانب، ولا إحنا حقل تجارب يجربوا فينا كل يوم فكرة، كل يوم فلسفة، كل يوم مبدأ، رأسمالية مشوهة مرة، اشتراكية معفشة مرة، ولحق ولحق. لا يا ابوي، احنا اكرم من ان نكون حقول تجارب لكم. نعود الى ما كنا فيه من قوله تعالى من سورة الحشر: كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، اي هذا المال. ذكرنا قصة الغزوة، غزوة بني النضير، واخراجهم من المدينة، وموقف المنافقين، لا نعيد. وأنزل فيها المولى الجليل في قرآنه العظيم، أنزل سورة الحشر، وقال فيها مولانا بعد افتتاحية التسبيح: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو سبحانه لا أحد سواه الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. نسأل أن يقذف في قلوبنا الإيمان وإياكم، لكن الإشارة عليهم هم إن شاء الله. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني المؤمنين كانوا يخربون بعض البيوت ليلقوا الوهن في قلوب أولئك المجرمين، وهم حتى لا ينتفع المؤمنون والمسلمون ببيوتهم ومرافقهم كانوا
يخربونها ما استطاعوا. ما كانش في جاك هامر يدمر البيت بدقيقة كما يصنع بفلسطين الآن، لا، إنما بالمعاول بالفؤوس يكسر ما استطاع، يخرب ما يقدر على تخريبه ويغادر البيت، ثم تركوا المدينة إلى غير رجعة. إلى أن قال مولانا: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ملاحظة الحقيقة على الرسم، كي لا، يعني ورد في القرآن 4 مرات كي لا متصلة، لكي لا يكون عليك حرج مثلا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكن هنا كي وردت 2 أخريات كي لا منفصلة عن بعضها. ليه؟ لأنه عم بتكلم عن توزيع المال وتفتيت الثروات المتكدسة وتوزيع الدخول على القطاع العريض من الناس حتى لا يبقى المال محتكرا. وضربت مثال ببتوع الكرة، 22 لاعب الفريقان و 220 ألف متفرج لا يلمس الكرة لمس. وهذا الآن واقع العالم العربي، احنا شايفين شواهق من العمارات وأبراج في عنان السماء بالغة إلى كبد السماء، أبراج وسيارات فارهة وقصور ومنيفة وفلل مطلة وحدائق غناء وإلى آخره، لكن هذا كله بيد 5% ما بتجاوزش، ولا تعلم مصادر الثروة منين، غالبا من طرق غلط. مولانا بشرعه بدينه العظيم يحرص على أن توزيع الدخول يكون على القطاع العريض من الناس كي لا يكون دولة، ولذلك الزكاة، ولذلك النفقة، ولذلك الصدقة، ولذلك الميراث، تفتيت الثروة. يموت الوالد عنده 10 أولاد و5 بنات وزوجة إلى آخره، فتتفتت المال، وأمه وأبوه صار على 18 موزع بعد ما كان في قبض. صحيح كانوا ينتفعون منه، لكن الآن كل واحد يشق طريقه بما ناله من هذا المال، تبدأ حياة جديدة ليصنع ثروة ثم تفتت في الجيل اللي بعده. يا سلام على هالمنهج. بينما في الإنجليز على سبيل المثال يرث الثروة كلها الشقيق الأكبر من بين 5 أشقاء 6 أشقاء 4 أيا كان الأكبر. طب وإذا توأم من ولد قبل 5 دقائق، الفرق بين المواليد 2 3 5، المهم هذا يرث وهذا لا يرث، كيف وليه؟ طب أنا ابنه. هذا القانون قانون جائر يا أبوي، قانون مجحف، قانون جاهل، قانون غبي، قانون أعمى، سميه ما تشاء. شرعكم العظيم قال هذه الجملة بتسوى ذهب الأرض. والله وما ذهب الأرض، ذهب الأرض ذهب سيذهب يعني، لكن كلام الله باق أدوم من السماوات والأرض. كي لا يكون دولة متداولا متقلبا بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحقيقة ختام آية لافت للنظر، يعني واتقوا الله إن الله شديد العقاب، يعني هذا تحذير أن لا يظل المال محتكرا، تحذير أن نتجاوز ما شرع الله، تحذير أن يحرم وهكذا. إن الله شديد العقاب. هذه معايش الناس يا أبوي، ناس عم بتموت من الفقر ومن الجوع ومن نقص الدواء، وأحيانا دواء بدنانير قليلة أو بجنيهات بسيطة، ممكن يموت مريض. واحد الطعام اللي بيدلقوه، شفتوا انتوا كيف يعني في بعض بلدان المترفين من العرب يجيب شاحنة ولا غيره يكبوا فيها المناسف،
مش معقول. وفي نفس البلاد بتلاقي ناس جوعانة وفقراء وصلوا لهم بدل ما نكبل على كل حال. إذن توزيع غنائم بني النضير كما ذكرت آية الحشر لله والله والغني، ومالكم لا يصل إلى الله، إنما لله حكمها، لله البت فيها، لله الأمر والنهي، لله توزيعها، لله القضاء والحكم فيها، وللرسول، الرسول بدوش أموالكم. إنما أيضا التنفيذ والحكم والتوزيع والإشراف عليه للرسول، التنفيذ صلى الله عليه وسلم. ولذي القربى، قربى من؟ مطلقة، مطلقة. ولذي القربى مطلقة، واليتامى مطلقة، يعني إيه؟ أقرباء النبي نعم، مطلقة في أقرباء المجتمع كله نعم، واليتامى والمساكين وابن السبيل. ابن السبيل من انقطعت به السبل، فقد ماله، انخلفت ماله، سرقت محفظته، أيا كان ابن السبيل معروف. توزيع الثروة مثل ما قلنا أهداف عظيمة من ورائه، وهذا خطة هذا الدين. ومن هنا مثل ما قلنا كانت المواريث. وما آتاكم الرسول فخذوه، آتاكم من مال نعم، آتاكم من علم نعم، آتاكم من أحكام نعم، النص مطلق. وما آتاكم الرسول من هذه الغنائم صحيح، وما آتاكم الرسول من صحيح، وما آتاكم من شرع صحيح نعم، النص مطلق. وإن كان نزل في مناسبة محددة مخصوصة معينة مبينة صحيح برضو. واتقوا الله، الأمر بالتقوى لازم مهم للأحكام، وإلا تحولنا إلى قانون أرضي، حاشا طبعا معاذ الله. أمو هذا الشرع في القلب جذوره، غير القانون اللي بيحتالوا عليه المحامين باحترامنا طبعا، وبيحتال عليه القضاء، وبيحتال عليه الحاذقين في هذه المسائل. أطلعك مثل الشعرة من العجين، أيوة يا حريف، أيوة أخوي، أطلعك عند رب العالمين ما في أطلعك. إذن واتقوا الله، جذر الأحكام ضارب في أعماق القلب. واتقوا الله، اوعها، على الله ما في احتيال، سبحانه تخفي تعلن، تبطن تسر تظهر تجهر، كله يعلمه سبحانه. إياك أن تخادع الله، جريمتك بصير دبل. إياك أن تناور الله، لا يخادع، احذر. واتقوا الله، إن الله شديد العقاب، ختام شديد كما تلحظ والله، لأن موضوع المال مش لعبة، مش لعبة. وقلنا لك عمر كان راتبه الشهري 10 دراهم، يعني ما يساوي الآن دينار، تمام تمام، مبينها زي الشمس. آخر الشهر بيقبض مثل أي مرتب، مثل أي موظف، مثل أي عامل من عمال الدولة 10 دراهم. ولما طعن رضي الله عنه رضوانا كاملا تاما كبيرا عظيما، هذا العملاق الفاروق، فاروق الإسلام هذا، والمهم قال له يا ابني عبد الله ابن عمر، أبوك حكم 10 سنين، ب12 شهر 120، 10 دراهم 1200 درهم تدفعهم لبيت مال المسلمين، لا ألقى الله بمال المسلمين، أخذت من الخزينة من المال العام، لا يا الله، ما أحوجنا إلى هذا الاعتقاد، إلى هذا القلب، إلى هذا العقل، إلى هذه النفسيات. راتب مبين عمه 10 درهم، محدود ومحدد ومنضبط فقط ولا غير، ولا مياومات ولا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة ولا غيره، ولا تحويلات من هنا لهناك ولا إطلاقا. وكل هذا مش عاوزهم، سدهم يا ابني وسدهم. عبد الله رضي الله تعالى عنه، ابن عمر رضي الله عنهما، سدهم عن والده لبيت مال المسلمين. آخ، عمر 10 درهم. ممكن العالم العربي يعرفنا كل بلد كم مرتب الرئيس أو طبعا مستحيل، هذا في العالم معروف. فطور رئيس ألمانيا إله في الموازنة 4 يورو، 4 يورو فطوره، يعني صحن فول ورغيف خبز، الألمانية غالية،
او سندويشه فلافل باكلوش فلافل يا اخي ما يشابهها سندويشه طرشي. اللي هو رئيس المانيا ام المرسيدس والاودي والسيارات العظيمه المتينه الى اخره. فطور الرئيس محدد في القانون والدستور 4 يورو. بدك تفطر زياده تدفع من جيبتك. يا سلام. متى المسلمون يستيقظون؟ كل فقه المسلمين ولي الامر، وان جلد ظهرك وان حلق ظفرك ووقع شعرك وان دعس عليك وان شتم اللي خلفوك. اها، الى متى هذا الفقه العجيب يظل سائد بين الناس؟ تمجيد من يا عمو من يستلمون الامور، مش بحاجه الى ان ندرس على الناس، لانهم الناس مندرسه اصلا، وهندرس عليهم. الناس منطرحه في الارض نقول له عمو وان جلد ظهرك وان شتم اللي خلفوك اطعه، وان حلق شعرك وان ضرب ظهرك وان، يعني مش معقول. انتم عم تصنعوا بهذا الفقه بتاعكم، وتدين اللي تركوه اصحابه هذا، ظل نص لي على هالكلام ولي الامر عندي بعدين قال لك عمو اوفر، جيم اوفر، انتهت ال واحد عم بيشتمني ليه، بيقول انت بتتكلم على يعني انا ما بتكلمش على التخصيص ولا على التعيين ولا التحديد، بقول العالم العربي كله يعني الحال قريب من بعضه كلنا. والله يقسم لي واحد من بلد عربي قال لي والله شيخ بعمه ولفه ودقن الى اخره، وضابط انجليزي بلف حوالينا والشيخ عم بيأشر عليه اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لك احنا سمران، هذا من الشجران، هذا قوة احتلال يا شيخ يا ضلالي يا مجرم، بتأشر على الإنجليزي والأمر منكم، لا وفقك الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. مش معقول لك هذا لعب بالدين وصنع فراعين بالدين، مستحيل طبعا. الدين جاي يصنع فراعين يا شيوخ هذا الفقه العجيب هذا. عرفوا المواطن بحقوقه لك يا أخي، العربي ما له حقوق في العالم؟ كيف الفرنسي عايش؟ كيف الألماني عايش؟ قال ايه كيف الألماني عايش؟ انت يوم قال عطيهم بدكم تصيروا مثل الألمانة؟ ليش ما نصير؟ قال انتو سمران وشقران يعني بالله، فقط لأنه احنا شقران وهم سمران. المهم يعني هذا بيخلينا نتعامل زي الحيوانات يعني؟ آخ، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، الأمر يتعلق بمعايش الناس، وما يموت الناس اليوم إلا من احتكار الأقوياء والأغنياء للثروة. يعني الآن طلع العالم كله الثروة بيد من؟ 5%، 5% 5% يملكون 95% من ثروات الأرض، و95% من أهل الأرض يملكون 5% من الثروات. هيك الحياة، الحياة مشقلبة، ما بيعدلها إلا إسلامك يا مسلم. يا أهلنا يا إخواننا يا شعبنا، بدنا نطالب بالإسلام بكل قوة، قوة في الكلام يعني، قوة في الحجة. احنا مش الهمج من فضل الله اللي ومشبوهين وعملاء، فاهمين على بعض وفاهمين علينا يعني. طلع لي كم واحد بسيناء عشان تتدمر سيناء، حيختفوا فص ملح وداب بعد ما تنتهي المهمة وتتدمر سيناء. قال خلصنا على الإرهاب يا جدعان، الحمد لله على السلامة عسكر، اديله تحية عسكر تحية، ربنا يديك والعافية والصحة والقوة. حررت سيناء، دمروها بحجة كم صنيعة، كم عميل مفتعل متعمل مصطنع. إلا قول لي دحلان وعسكر دحلان ايش بيسووا في سيناء؟ مزروعين بالالاف منذ سنين، من 11 سنه. ليه ممكن اعرف؟ وطنيه اي لا، حربا على اسرائيل اي لا، كله بعشق اسرائيل يا عمو، من تحت الطاوله كله في غرام، ما في انتقام، غرام وبس. انتقام ايه؟ ايش بيعملوا قاعدين؟ العربي نايم على ودانه، مش عم بيستعمل هذا.
ثم أكمل مولانا المصارف، مصارف الزكاة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أعطاهم حقهم، ذكرهم أولا وذكر الأنصار ثانيا، لكن أعطاهم ضعف عدد الكلمات اللي قالها مولانا للمهاجرين، فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا الدار والإيمان، نعم مش فاهمها إيه يعني. أهل المدينة سبقوا في المدينة بالإسلام المهاجرين، مهاجرين مسلمين جو بعد. شوف الذوقيات القرآنية العالية الرفيعة. يعني الأنصار ذكروا ثانيا لكن مولانا قدمهم لطائف القرآن لا تنتهي يا ناس. والذين تبوأوا الدار والإيمان، هاي دارهم، احنا ضيوف عليهم المهاجرين، فالإيمان والإسلام موجود في المدينة من قبل مجينا. يحبون من هاجر إليهم، المحبة يا مجتمع، المحبة يا ناس. متى نحب بعضنا؟ متى جفت الينابيع؟ بدنا نفجر طاقات الحب في القلوب لكل الناس. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه، ختام الآية قانون، فأولئك هم المفلحون. الله تعالى فطر الأنفس على الشح عشان المقاومة، قاوم الشح مش الاستسلام للشح، لا أنت مخلوق للمقاومة، خلق الجراثيم والفيروسات والميكروبات عشان المقاومة، وخلقنا اليهود عشان المقاومة والمساومة والاستسلام والمقاومة. الحياة مقاومة، الجسم إذا فقد المقاومة والمناعة راح، والأمم إذا فقدت المناعة طاحت. وآية الختام في الأصناف هاي رقم 9، والذين جاءوا من بعد، مش يجيئون، من بعد، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يا سلام على القرآن، يعني القرآن عامل حساب الأجيال الجاية مثل ما قلنا في الحلقة الماضية مش الجاية. ولذلك عمر لما فتحت العراق قال لهم لن أوزع الأرض العراق. ليه؟ بيننا وبينك القرآن. قال طبعا مرجعيتنا جميعا القرآن. فبيقرأ عمر رضي الله عنه العظيم هذا، بيقرأ القرآن، والذين جاءوا من بعد مقبس خلاص، المهاجرين مفهومة والأنصار مفهومة، والذين جاءوا من بعدهم فرجت، طلع وجدتها أرخميدس، لا يخسر أرخميدس، هذا اكتشف قانون قرآني أنه لابد ثروات الأرض يا من دمرتموها بسعر الفجل. كان برميل النفط لغاية 90 ينباع $5 بسعر الاستخراج أقل من الاستخراج. ليه؟ عشان نضارب على العراق. أموال شطح نطح رايحة للشيطان. طبعا كانوا يعطوا دولنا العربية $250,000 بالسنة، بعدين ارتقى $250,000 بالسنة عن كل ما تشفطه أمريكا، بعدين $1,000,000، بعدين صير أعطونا بالبرميل 20 سنت و 30 سنت على البرميل، ومين بيعد وراهم؟ مين حيفتح فيهم؟ قلنا له مستر أشقر، هو قديش برميل عبيته؟ قال لي go home. قلنا له هذا هومنا يا خواجة. كيسينجر المجرم هذا قال البترول في أرض العرب خطأ إلهي، يا الله، وعلينا أن نصححه. سامعين يا دول النفط؟ كيسينجر حبيبكم هذا، كنتم ما تنادوا إلا ديار هري، ديار هري 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 سري مري. نكتفي بهذا القدر، نلتقي في الوصلة الثانية مع قضايا عديدة، يعني ما تكلمناش عن الآية بما يكفي، باقي عندنا 4-5 خرائط، ما في مشكلة. نلتقي في الوصلة الثانية، يكونوا معنا.
أعزائنا إخواننا مشاهدينا أخواتنا مشاهداتنا، حياكم الله جميعا، مرحبا بكم في الوصلة الثانية من لقائنا لهذا اليوم، اختطاف رئيس مجلس طلبة جامعة بير زيت. أقول هذا نموذج صارخ لانعدام سلطة السلطة، إلا إذا كان يعني هذا الخطف تم باتفاق ما بين اتفاق جنتلمن، اي جنتلمن، اي والله، ما بين السلطة أنا مش شايف، وما بين إسرائيل. أنتوا شيوخ عقلية الاتهام والتخوين، قل عليكم حافظين بعض يا عمو، تقول لي عقلية التخوين، يعني مجرم مجنون من لا يشك في واقعك العربي. فكنا من هالسالفة، وإلا يعني إذا كان السلطة لا تعلم مصيبة، إن كانت تعلم مصيبة إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. قلنا له سلطة Do you know؟ قال لي No. No. ما شاء الله أنك، إذا ما هذه منطقتك هذه مستر سلطة، هذه منطقة ألف A B C. طبعا يهود أخذوا A و B و C. تهانينا عرفات في مرقدك حيث سمموك وتركوك ونسوك وما حققوا فيك ولا قالوا لنا من الذين سمموك. ما احنا قلنا من اول يوم لن يعلن عن الحقيقة، لانه اذا اعلن الحقيقة حطيح جامعة بير زيت من مناطق ألف الخاضعة للسلطة، مثل ما قلنا سلطة السلطة فقط على الشعب الفلسطيني قمعا وتضييقا وملاحقة ومطاردة ورقابة وسجن وتعذيب وأغلال وقتل أحيانا. هذه سلطة السلطة، عينهم حمراء على الشعب، وأمام إسرائيل مستنعجون. مجلس الطلبة عملهم قانوني، ولو جرى هذا العدوان الهمجي في أي بقعة في العالم لكان له شأن آخر، لكن لأن نحن المتضررون فلا ضير، ما دام الضرر واقع على مسلمين ما فيش مشكل. وماسك جامعة بير زيت التيار الإسلامي، من فضل الله إذا في انتخابات حرة في كل أرجاء عالمك العربي بيطلعوا الإسلاميين لكن مستحيل مستحيل يجري في عالمك العربي انتخابات حقيقية حرة، مستحيل. فهمنا خلاص، مستحيل فهمنا، طيب دام فهمنا خلاص. ولذلك أمريكا بتقول لهم نو انتخابات حقيقية يلعبوا، أنا مش شايف يلعبوا، طلعوا الرئيس 99 و99 للمهمة، تسعات من هون للقطب الشمالي، ما عنديش مشكلة، بعمل حالي مش فاهم كيف الانتخابات في اللي جرت في العالم العربي. قال أوكي ولكن 99 و99، قال يعني احتمال ميبي ربما بيربس كل شيء بصير. أمريكا مش فاهمة، مش عارفة رجالها شو بيشتغلوا، والله عارفة أمه وأصحاب هذول حبايبها يا حجي. نكتفي بهذا القدر عن جامعة، لأنه عندنا قضايا كثير جدا فبدنا نسلق سلق للأسف. اليوم العالمي للمرأة، وإحنا مالنا يا عم اهدأ إحنا مالنا. أسمع تقريرا من محطة بي بي سي اللي هي من أوثق المحطات، وإن كان العالم العربي يتهجم عليها لأن أتكلم عن بلدهم، إنه ما في قانون، ما في إنسانية في السجون. فقال هذه تقاريرها فالس، وإن العدالة عندكم اللي فالس، إعدام، والعالم كله مش سامع. يا عالم إعدامات بالآلاف، وات، قلنا له إعدامات، مين اللي مات؟ يخرب بيتكم يا بعيدين، مش عاوزين يسمعوا. طالما المعدم إسلامي فليعدم، 60 داهية. لكن لو كان من عشاق أمريكا، علماني ولا ليبرالي ولا غيره، فاكر لما سعد الدين
بتاع علم الاجتماع المصري هذا سعد الدين إبراهيم لما قدم تقرير سيائي، هو شغال مع السيائي عينك عينك، يعني مو من اليوم ولا من امبارح ولا من 10 سنين ولا من 20، أستاذ سوزان مبارك صديق العائلة كلها سيائي بسيائي. المهم فقدم تقرير، رجل يعني بده يقدم تقرير للمعلمينه تقرير دقيق، قال لهم انتخابات، احنا بمصر ما عندناش انتخابات يعني مزورة. فيبدو بلغ الأجهزة المعنية أنه طاسهم تقرير انتخابات مزورة، طبيعي الكل عارف مبارك ينجح على أساس. المهم مبارك منجحش يعني بانتخابات طبيعية وعدلة وحقيقية، بنجح منجحش. المهم فاعتقلوا المصريين، قال له سعد تطولت لسانك خالص، حاكموا غمزة عين، ادوله 7 سنين سجن. أستاذ سوزان يا مستر مبارك أين الوفاء وصديق العيلة؟ قال لي بس ده شوه سمعتنا، سمعتك ما هي في الطين. المهم يا سيدي ما خلنا عن عدي. المهم ف7 سنين عددا 7 سنين حكم. أمير قالت له عمو نو كورن، ما في قمح. وقالت البواخر ستوب حيث أنت، قف ما توصل مصر. مصر 90 مليون في كفة، وسعد الدين إبراهيم في كفة. عادوا فتح القضية، أستاذ سعد يا سعد اللي شافك، ده احنا نهارنا قشطة، ده احنا نهارنا ملبن، ده احنا نهارنا لبن، ده احنا نهارنا فل فل الفل الفل. انت هنا ليه؟ انت استاذ في الجامعة، مكانك في الجامعة استاذ سعد. براءة براءة، روح سعد مرفوع الرأس من وراء امريكا يا حجي، لكن المسلمون لا بواكي لهم. ودن من طين ودن من عجين، الو حقوق الانسان هيومن رايتس، الو مدري مين، ما في حد. الغوطة مسحوها عن الوجود. امريكا قال يعني والله اني عاجز، يعني مش قادر اسوي شيء. يا سلام، امريكا اللي حشدت 700,000 مقاتل عشان صدام، 700,000 37 دولة والعربان في طليعتهم، الحمد لله عيوننا احمرت والحدق اتسعت وش مخرت ومش عارف من الالفاظ ايه، واطحنا به الحمد لله، وجئنا بإيران احتلت العراق، احفي صفقة من صفقات القرن. والله صفقات القرن نازلة فوق راسنا طس يا ابويا، مرة من هنا ومرة من هنا. وصفقة القرن الأوسخست اللي جاية، لسه اللي جاية، نسمع ولا نرى. شو في ريحة وسخة؟ ريحة ايه؟ مطبخ ايه اللي عم بطبخوه؟ عدي. إذ بتقول المحطة البي بي سي إنه 2500 امرأة في المكسيك قتلت على يد أزواجهم سنة واحدة، السنة اللي قبلها كانوا 2000، يعني معناها الرقم فيه تصاعد، تقرير موجود. وشان اللي سمعته بس أنا ماشي والله بالسيارة يعني فاتح بسمع. في مثل ما قلنا قتل النساء، وكلام على القضاء والمحاكم انه في تهاون، ما فيش شديه في المساله وهكذا. المشكله ان الحضاره الغربيه فرضت قيمها وذلك من خلال هيمنتها بالقوه الناعمه والخشنه، سوفت باور والتف باور. يعني امريكا من خلال هوليوود، من خلال الثقافه الامريكيه، من خلال امريكان سيستم، من خلال الأفلام والقيم السائدة بتاعتهم، ومن خلال السياسة، ومن خلال مسكتهم الأمم المتحدة، ومن خلال عملائهم المهم، كل هذا سوفت باور. لكن هناك التف باور، القوة الخشنة والنيديد، يعني ممكن استخدمها كل كم سنة مرة عشان أورجي الناس العين الحمراء، لأن لابد تهيب على الناس. أفتعل لي معركة، طب تعالوا معركة ضد اسمه هذا منشار، ايه شيء زي هيك، افتعلوا معركة ضده، هذا اللي ذبح شعبه ودمر بلده. قال لي لا أرى موجب، ما أنا اللي بقيم، أنا اللي بقدر. ما هذه مشكلتنا، هذه مشكلتنا. فصار تحرير المرأة يعني الانفلات
تقيم علاقات زي ما هي عاوزة، تسكن محل ما هي عاوزة. وللأسف عالمك العربي كله بيوقع على سيدة حرية المرأة أن تنتخب، فهمنا، أن تنتخب فهمنا، أن تتنقل كما تشاء، ما فهمناش. يعني المرأة قاصر، أمو المرأة في الغرب كم فيلم عمل على التحرش، كم، خلي الطابق مغطى الله يكرمك يعني. والإسلام العظيم في نظر كثيرين في العالم، حتى العالم الإسلامي نفسه لا يرونه أنصف المرأة، على العكس تماما، ما في الكون من أعلى من شأنها وأنصفها وأعطاها كرامتها مثل هذا الدين العظيم. لكن لو وعوا وعقلوا لرأوا الحقيقة، لكن لا وعوا ولا رعوا ولا عقلوا ولا كمشوا الحقيقة. لكن المرأة مظلومة عندنا، لا من الدين بل من التقاليد المتخلفة والجمود والتدين المفتعل المنغلق المتشدد المتنطع اللي قلطوه وراهم. إيه؟ انتهينا. أوهو دشوا. إذا ما هالكلام أنا قايله من 45 سنة والله، إلا من الحمد لله، والله من 45 سنة شايف الصورة والله كما أراها الآن، الله شهيد. خليفة الخليفة العباسي، وش هذا؟ طبعا مش هتكلم لك عن يعني بعض المعاملة الرديئة للمرأة. بلد عربي بدون ما نسميه، قالوا المرأة تنتخب، قام بعض العلماء ما شاء الله من المتجمدين قالوا لا تنتخب، كيف تعرف الرجالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فأمريكا ضغطت على المسؤول، قالت له سن قانون أوفر، بلا مرد البرلمان، بلا أوفر ذم من فوقهم. طلعت النساء مظاهرات تشكر أمريكا اللي أنصفت المرأة. والعلماء وقتها والله تكلمنا، يا علماء الجهل، احترامنا لكل بلداننا يعني، لكن مش معقول هذا، لا تنتخب لما نفرض عليكم بال، سكتتم ليه؟ أحط ديني في هذا الحرج يعني نجامل على الدين؟ لا، هذا مش الدين، هذا جمودكم أنتم. وين اللي كانوا يقولوا النقاب واجب، فرض وفرض وفرض؟ والله يا إخواننا نلتقي في مؤتمرات في أمريكا وفي أوروبا إلى آخره، ويجي من هالعقليات هاي يسألوا يعني الأزواج وغيره النقاب فرض؟ والله ما هو صحيح، والله ما هو صحيح في عالمك العربي، مو في العالم الغربي. قد تقتل من أجل النقاب، ليش؟ أنت فرض الآن، ورجيني حالك في بلدك، أرجيني شدة طولك. خليفة الخليفة العباسي، شو هذا؟ من الخليفة العباسي؟ يا سيدي الخليفة العباسي محمود عباس الرفيق والصديق والرفيق إيش المهم. مثل إنجليزي قديم بيقول إذا حانت المواعيد غير الأحصنة، change horses. ويبدو أن المواعيد حانت، وليس نحن من يحدد أنها حانت أو ما حانت. حانت أو ما حانت، الله يضحكوا على الحانة والله يا ابونا، بين حانة وما حانت وما حانت، نضحك على الحانة والله يا حجي. مين بيحدد من خليفة عباس؟ أنا وأنت الشعب، الأمة، لله لله. هم فرضوا عباس على عرفات فرض، وفرضوا مبارك على السادات فرض. حجي اسمع، احفظ لسانك، احنا دول مستقلة كاملة الأوصاف. يا سيدي نضحكوا على بعضكم، نضحكوا على حالكم، كاملة الأوصاف. إسرائيل 4 مليون تلعتيكم قاعدة، طب إذا ما أنتم كاملين الأوصاف، ورجونا كمال أوصافكم في مواجهة إسرائيل، ورجونا العنف اللي حطمتوا به سوريا، لك ورجينا في الجولان يوم اللي مو سقطنا طيارة، مالك شايف؟ لك العمى، لك شوف الأخبار، شوف الأخبار بعد 40 سنة من الصمت
وإيران عشان تورجي إنه نحن هنا، يعني إحنا وطنيين برضو مش خونة وعملاء لإسرائيل. آه أفلام يا حجي أفلام. بل هم من يحدد ويضبط الإيقاع، ضابط الإيقاع هم مش إحنا. وأذكر بكلمة قلتها يعني لا والله من باب التاريخ، من 28 سنة ولم يكن سلام وقتها، قلت عرفات يمضي 28 سنة ثم يمضي بدهوروه، ثم يأتي عباس ثم يأتي دحلان، ولكن نظريتك خائبة. كيف عباس جاء ولكن المرشح الآن محمود العالول؟ أنا وياك محمود العالول إذا جاء مؤقت، دحلان العالم كله بده دحلان، حبيب العالم كله دحلان، ولك بيجتمع مع الناتو دحلان، مع كل رؤساء العالم بيجتمع دحلان، وين ما راح ويلكم ويلكم يا دحلان، وأهلا أهلا يا دحلان، وافتحوا الأبواب لدحلان دحلان دحلان دحلان. آخ دحلان إفريوير ويلكمت، مرحب به. فاكر زاك أبو فادي زي الحال زي العيال، زي مفادي زي زي زيك. كنا ما زلنا ذاك الوقت في فيلم اسمه فيلم المقاومة، انتهى الفيلم انتهى الفيلم. والآن المطروح العالون أنا أعتقد أنه مؤقت إلى أن ينصب دحلان، دحلان مرتب لهذه المرحلة، وسترى بعينيك مذبحة القرن الغوطة. لو كانت هذه المذبحة البشعة في أي مكان في العالم، في الأوروغواي أو البراغواي أو لكن لأنها بحق عرب ومسلمين وأهل الشام وخيرة العرب والمسلمين، فالتواطؤ مثل ما ترى عينك. ولو لم يكن هذا العميل صنيعة إسرائيلية ما سكت العالم هذا السكوت، ولا صمت هذا الصمت المريب الرهيب. الأمم المتحدة اتخذت قرارا ميتا تحدثت روسيا منذ اللحظة الأولى، فأعلنت قرارا خاصا بها 5 ساعات لينسحب أهل الغوطة منها. إذن هذا تهجير قسري وتغيير ديموغرافي، هيحلوا شيعة محل أهل السنة. الغوطة الدين، الغوطة الانتماء، الغوطة الكرم، الغوطة الشامي الأصيل، الغوطة عجيب من الحواش واللمم واللبش والعفش. خش يلا وجنس، جنس المجرم هذا 1,000,000 وأعدم الأصول وحرم وشطب وحرق وثبت أصول. المهم تغيير ديموغرافي، عينك عينك بدعوة مكافحة الإرهاب، مالك شايف فيلم اخترعتوه أمريكا وإيران والعرب، ثالوث غير مقدس، أنتم من اخترع هذه الجرثومة، هذا العملاء. واختفى الخليفة، الخليفة فين؟ الخليفة فين؟ ويروحوا له منين؟ خليفة وينك خليفة؟ ألو خليفة راح، ما في خليفة، ما كنت عامل لي خليفة وعن تربين شداد، وسكت العالم كله عنك. لاحظ بعد ما قتلوا بن لادن الظواهري موجود، تسمع اسم الظواهري؟ حد بيقول لابد من صنعاء وإن طال السفر لابد من قتل الظواهري؟ ولا حد بذكره. ليه؟ مش عارف ليه، تعرفين؟ مربوط فيهم يا حجي. عمامة ولحية مرشتك ما شاء الله. آخ آخ. الغوطة كشفت العالم كله كم روسيا متوحشة، روسيا هذا البوتين الجنتل ما جوا وحش دب شرس، وهادي مثل واحد عربي بيحكي بصوت واطي وجنتل في الظاهر، جوا رفع صوته يتكلم همسا ناعم خالص، لكن هذا بوتين ناعم لكنه وحش. كم أمريكا متواطئة ومجرمة، كم العرب متهاونون، كم العالم حاقد على المسلمين. الغوطة كشفت العالم.
الغوطة كشاف العالم، صفقة القرن تطبخ في فرن الآيباك. تصرف في عنوان مقال عمر عياصرة، كان عنوان مقاله صفقة القرن تطهى في آيباك. ونستفيد مما قال، بيقول مايك بنس زي بعضه، وهايلي بالمناسبة سيخية هندية الأصول والمنابت نعرفها، بس يعني حقد على الإسلام سيخ معروف، فهي حاقدة أز أمريكان وحاقدة أز الديانة السابقة بتاعتها المهم، وحاقدة عمالة من الآيباك ولغيره. المهم أمام مؤتمر الآيباك، هذا لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية اختصارا آيباك، قال ما يجسد أن صفقة القرن القادمة المنحازة لإسرائيل تطبخ في أروقة ذاك المؤتمر، مؤتمر الآيباك بنعقد كل سنة مرة، بندعى إليه شخصيات من هنا ومن هنا يحضروا يدرسوهم بيصلح ولأي وزن بيصنفوه بيقيسوه. بلزمنا بدون ما يعني أزيد تفاصيل، والله واحد يقول لي وأنا في الجامعة من بلد عربي ما، قال لي اشتغل معانا 6 أشهر بتكون وزير في بلدك، خليها معدية عدي عدي عدي. ولأجل عينيه الصهيونيتين هو مؤتمر آيباك كما يقول أخونا عمر، وأن عزم الإدارة الأمريكية على إنهاء الإشكال لمصلحة الإسرائيليين بات يقينا لا يساوره شك، ترامب في لقائه مع نتنياهو أعلن أن خطة السلام أوشكت على الجهاز، والإعلان كما أنه قال بوضوح أن القدس خارج نطاق التسوية. سمعين يا عرب، القدس خارج النطاق، تسكتين والسكوت علامة الرضا لقد النسوان وحنا كيف يعني آخ. وأشار إلى احتمال مشاركته الشخصية في افتتاح سفارة الأمريكية في القدس عاصمة الإسلام المخلدة إن شاء الله. على كل حال العرب خارج المطبخ وسيطنشون وسترى بعينيك. ثم تكلم المقال عن يعني ما يجري في مصر والسعودية من علاقات، وهل يضغطون على الأردن لجره لصفهم وإشغال الناس بالاقتصاد عن السياسة، كلام مهم نطويه طيا ونكتفي بهذا القدر، نتكلم والله كلام طويل. طيب نلتقي من الوصلة الثالثة عن ما يعني انتهينا من باختصار مقال الأخ عمر يرجع إلي، ونتكلم عن صفعة القرن أو صفقة القرن وكيف جرى التمويه عليها سريعا جدا. نلتقي في الوصلة الأخيرة، كونوا معنا. أخواننا أعزائنا مشاهدينا مشاهداتنا حياكم الله، مرحبا بكم في الوصلة الثالثة والأخيرة من لقائنا لهذا اليوم. كنا نتكلم عن صفقة أو صفعة القرن على وجه كل عربي كل مسلم، القدس خارج الكلام وإحنا سكتم بكتم، هذه مو صفعة، ألعن بصقة والله. مسرى محمد صلى الله عليه وسلم قبلتكم الأولى يا مسلمين، ليه رب العالمين جعل لها كل هذه الأهمية؟ ليه وربطها بمحمد والسماء والأرض؟ ليه ومقدسة ومباركة؟ ليه مولانا العليم المطلق أراد أن يربطكم بها مبدأ ومنتهى فلا يفرط فيها، لكن لما مات الدين
ماتت النخوة والرجولة والشهامة والشرف على كل حال، صفعة القرن أو بصقة القرن على كيف جرى التمويه على الصفقة؟ أولا افتعال أو اشتعال أزمة قطر، وشفى حرب خليج ثانية. يا أخي قطر متآمرة، طيب إسرائيل مش متآمرة، فاعلة. أرونا نخوتكم، عروبتكم، دينكم، إسلامكم، غيرتكم، شهامتكم، رجولتكم، أرونا إياها. وتمرجلوا مرة واحدة بالكلام على إسرائيل، على بعض أسد علي. وفي الحروب نعامة، الانخراط في حرب مدمرة في اليمن ولها أول ما لها آخر، ولا يرى في الأفق نهاية، والنتائج عدم. وش اللي يحصل؟ ما حد فاهم شيء. بنعمر بندمر مع ضد، والله ما انت فاهم شيء ولا حد فاهم شيء. تدمير سوريا الآن، سوريا، لبنان شاغلينها برضو، لمقاومة، يعني حزب الله ماسك البلد مش ماسك البلد، كله مشغول. انقلاب مصر مش انقلاب، دي ثورة شعبية دعمها الجيش، ثورة شعبية دعمها الجيش. مين مجنون بيصدق يا عمو؟ قال أمريكا شخصت هيك، لك أمريكا اللي رتبت الانقلاب هي وإسرائيل. يا حجي بدنا نضل نستهبل لوش؟ أزمة داعش خلقوا لك الأزمة، وحرب سيناء. شوف كيف البانوراما، تم تجمع القطع الفسيفساء هذه تطلع الصورة، حط قطعة جنب قطعة، البوزلز تحت الأطفال، جمع قطع البوزل بتبين اللعبة. حرب سيناء، العرب مش حروب ما شاء الله، ورجال والله وشاوس. قال احنا نفسنا طويل في الحرب، يعني بنتعبش وبنزهقش وبنملش. الله أكبر. اقرأ كتاب اللواء فيصل عبد المنعم عن حرب 5 حزيران، بقول احنا انهزمنا من أول 5 دقائق، مش 5 أيام، نو، أول 5 دقائق. عنوان كتابه وشهدت الرصاصة الأولى، اللواء فيصل عبد المنعم، مصري. بقول أنا كنت بفتش على القطعات الأولى المواجهة، الخنادق المواجهة لليهود. بدأ القصف الساعة 8، لسه العسكر بيلبسوا الأوفرهولات، العفريتة بسموها أخونا المصريين، الضيقة عليه واللي واسعة قد جده، عم بيبدلوا دي العفريتة بتاعتك يلا عواضين، هلا محمدين العفريتة، ببدل العفريتة، لسه بيقلعوا بيلبسوا. بدأ القصف. قال وبدأ الانسحاب من أول 5 دقائق. قال وأنا ماشي مسافات، عطشت عطش شديد، ففتحت راديتر دبابة وشربت، فدخلت في غيبوبة 15 يوم. صحيت بدو سيناء، أكرموني وأطعموني ولبسوني ملابس بتاعتهم وأمنوني. لما قطعت سيناء وصلت إلى البر الآخر، الخلاصة عقاب سيناء ما ترى. سيناء حرب، واليمن حرب، وسوريا حرب، والعراق حرب، وداعش وماعش وفاعش وطاعش لاحظ البانوراما، قطع البوزل موزعة عشان ما تفهمش. بس هو في النهاية تمرير لصفقة القرن. ثم الحرب الاقتصادية على الناس، اشتعلت الأسعار في كل عالمك العربي مرة واحدة، ولعت حريقة الأسعار، حريقة نار، شغلوا الناس بالفواتير والكهرباء والمحروقات. والإلهاء بالمشاريع العملاقة جايجانتك، وشنو هو؟ مشاريع جايجانتك يعني هيوج، عملاقة. ونتائج على الأرض صفر، الثمرات والنتائج والريزلتس على رأيهم تحت الصفر، سترى بعينيك. والبلاد في الديون تغرق. التغريق بالإغراق في الدين، تشتيت الانتباه بالفن الهابط، والكورة، إلا الكورة مقدسات، هذه أنتج بالكورة.
ونجم الكوره فلان ونجم الكوره علان ومرتضى والانتخابات محمود الخطيب ولا مين طلع في الانديه الاهلي من في الزمالك وطاوشوا مع بعض شاغلينك بالكوره، واجور عادل امام وصلت 50 مليون والسيناريست فلان مش عارف اخذها كم مليون ومش عارف الفنانه فلانه اخذت الايه، شاغلينك الفنانه والفنان والفنانه ومحمد رمضان والسبكي والسبكي هذا اللي تشتيت الانتباه بالفن الهابط والكرة ومثل ما قلنا والأسعار والبلطجية وحكاية من أجل أن تمر صفقة القرن انتخابات نقابة المهندسين. واضح بدون ما نطول الكلام أنه إذا تركت انتخابات حقيقية بدون تلاعب بدون صناديق جاهزة بدون تحكم في النتائج مسبقا ما بيطلع عند الإسلاميين 88% النتائج لصالح الإسلاميين، مو تعصب يعني إسلاميين ومعهم ناس المهم بدناش نطول، لكن هذا عبرة الموضوع. ماذا نقول؟ نختار إيه ونسيب إيه؟ المعاملة المتوحشة لمرسي بخاطئ ابنه عبد الله، الجهات الدولية بشأن والده أنه الآن أذى في رجله بداية غرغرينة يبدو ولا إيه، فقد النظر بعينه الشمال، بيعاني من مقدمات ديسك في ظهره لأنه عم بينيموه على الإسفلت على الإسمنت، ما في أغطية ما في أدوية ما في طعام، قلت لك بتاع السجن يأشله تأكلش، ثم همسله لحم كلاب، عاوزين يقتلوك. والله يا إخواننا أقرأ مقالات أذرعهم الإعلامية بيسموه الكاتب الأمنجي معروف يعني هذا فلان وفلان كله مظبط ومربط، الأذرع الإعلامية الأمنية كانت تقول مرسي يستهلك من اللحوم. أيوة مش هيخطر على بالك ما قيمته، أيوة 400,000 جنيه شهري، يخرب بيت شك مرسي 400,000 جنيه ايه كذابون، 400,000 وما يكونش غير بط وحمام، وكاتب مجرم بدون ما اسميه في داعي اللغة عاصم حنفي الصفحة الأخيرة بروزي اليوسف مش داعي، بقول مرسي عايش في فندق 7 نجوم 7 ستارز not 5 ستارز 7 ستارز يا كذاب، الله يوديك نفس المصير عشان نكتب عنك عاصم حنفي يعيش في فندق 7 نجوم وإن كنت يعني بتاع أمن، لكن أنتم محاور، أنت مع فريق وما مع اللي طاح أنت ما عرفش، ومع اللي جاء واللي بيتكلم خرب بيت أمه والتسريبات كشفت الطابق أنه الصراع ما بين الأجهزة، خلصني لنعلم أنه كان يقدم له الطعام الفاسد ولحم الكلاب ويمنع أن يأتي الطعام من الخارج. على كل حال مقال عن إعلانات زراعية باسم سكجها برضو في السبيل كاتب مقال بهذا العنوان، وجدت موضوعه لطيف وطريف ألخصه لكم بكلمتين، بيقول يعني في البلد هنا أعلننا أنه 2009 سيكون عام الزراعة، فتسابق المسؤولون للتأييد المبادرة والإعلان عن دعمهم لها، ولكن العمل على الأرض لم يأتي على قدر الوعود، وانتهت السنة ودون إنجاز المشروع النهضوي المهم. دائما كنا نقول الزراعة مقدمة لكل نهوض، ما في صناعة إلا بعد الزراعة ولا تجارة إلا بعد الزراعة، الزراعة أولا. وبيقول وأعلن وزير الزراعة أن هذا العام ذسير سيكون عام التصنيع الزراعي مدد، الله أكبر. وفي ظل التخبط التاريخي بيقول باسم سكجها المزمن في التعامل مع الملف والأزمة الحالية مع المزارعين، فإننا نضع علامات شك حول تحقيق المشروع، وأعلن رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب عن استقالته واستقالة أعضاء اللجنة لسبب عدم استجابة الحكومة لمطالب المزارعين، وكانت اللجنة استقالت قبل هذه المرة وعادت
بعد وعود حكومية بتلبية المطالب. وأعلن المزارعون المعتصمون منذ 3 أسابيع يعني 21 يوم عن نيتهم التصعيد بعد فشل الاجتماعات المتتالية. وهكذا ندور في حلقة مفرغة عبد الله المجالي في مقال برضو في السبيل: المزارعون إلى صندوق النقد إلى الأمام سر. بيقول المجالي: اللقاء الذي جمع ممثلي القطاع الزراعي من الفريق الاقتصادي في الحكومة، أيوة، قالوا للناس احنا نجمعكم مع صندوق النقد واقنعوه. طبعا بقول كان الكلام مزح شيء وان كان حقيقي، لكن يبدو انه الكلام حقيقي، انه مطلوب من المواطن يتكلم مباشرة مع صندوق النقد وقنعوه كم تستطيعوا. نو كومنت، لا تعليق. واقترح عقد جلسة للنواب والمزارعين مع ممثلي صندوق النقد الدولي في ذات الشأن. قال وزير الزراعة خالد الحنيفات: المشاورات الحكومة مع صندوق النقد الدولي لإعفاء القطاع الزراعي من الضريبة لم تكلل بالنجاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. مضيفا أن الحكومة سترتب اجتماعا خلال شهر يجمع صندوق النقد الدولي بلجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب وممثلين عن المزارعين المعتصمين. وكل يؤشر على أنه المدى اللي وصلنا إليه وتحكم اليد الأجنبية في قرارنا الاقتصادي للأسف. يعني عندي كلمة مطولة الحقيقة عن الخطاب الديني خطرت لي هذا اليوم والله، ونقده شيخ ايه مالك بسم الله ما ماشى عمو. ضبط المصطلحات مهم جدا قبل اي حديث. الخطاب الديني عرضنا نحن للدين. يعني ممكن اقول الحلقة اليوم يعني ما فهمناش الآية، ما وضحت الناس، يعني مش اعتراض على القرآن، اعتراض على الإسلام، اعتراض على المتكلم. شيخ شعراوي الله يكرمه لو يتجنب الإسرائيليات، تتهجموا على القرآن؟ لا، الظلال قمة لو تجنب بعض الألفاظ. تتهجم على التفسير؟ شوف كيف يعني احنا بنحول المسألة. الخطاب الديني أعني عرضنا نحن للدين. الدين في ذاته من حيث هو نصوص قرآنية كمال مطلق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف تنزيل من حكيم حميد. اليوم أكملت لكم دينكم، ما بدأش كلامي. والحديث جهد البشر في نقل كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم، جهد البشر اللي يظل فيه. ولذلك من هنا كان من العلماء من بذلوا جهدا خارقا كالبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم طبعا في تبني مناهج دقيقة صارمة في نقد الحديث وروايته، تتفاوت أدقهم البخاري ثم مسلم ثم الترمذي وهكذا. ومع هذا كله والاحتياط والدقة لا نعامله وكأنه القرآن ثبوتا والقرآن عظمة، يعني ما ممكن نسوي. هذا جهد بشر بذل في حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه المصدر الثاني للتشريع باعتباره من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان نقد السنة نقد متن ونقد سند مثارا للاختلاف والتفاوت. نقول أيضا ثم يأتي جهد العلماء في التفسير وعلوم القرآن والقراءات وعلوم الحديث والفقه وأصوله، ثم الفكر الإسلامي الذي يحاول أن يجيب على التحديات والشبهات ويشرح جوانب عظمة الإسلام. يعني مفكرون إسلاميون، محمد قطب الشيخ الغزالي الله يرحمه، جلال كشك تحول من الشيوعي إلى الإسلام منافحا مدافعا عن الإسلام، الخلاصة يعني أمثال هؤلاء، البهي الله يرحمه محمد البهي مثلا، سيد سابق. ماذا نقول؟ يعني أمم كثيرة ممن خدمت هذا الدين. ثم الدعاة والجماعات الإسلامية وما طرحوا من اجتهادات وتنظيرات، هذا كله خطاب ينتسب إلى الدين ولكنه جهد بشري قابل للنقد. ولا يكون من ناقش عالما ناقدا للدين. يعني أنا
اعترض على الإسرائيلية في ابن كثير، أنت تعترض على المنهج السلفي لا إله إلا الله. ابن كثير عالم كبير وكنز مهم في التفسير، لكن نقل للإسرائيليات مرفوض. بشطبش ابن كثير وبخدش كل ما روى ابن كثير، يعني كونه من خط كيت أو مش هذا الموضوع، مش هذا الموضوع. يعني احنا بنحرف دائما الوجهة. ماذا نقول أيضا في هذا الكلام؟ الخطاب الديني. حدثنا القرآن عن أنبياء عليهم السلام، عن آدم فقال فنسي ولم نجد له عزما. هؤلاء مرسلون، أنبياء كرام، ومع هذا القرآن دلنا على بعض ممارسات القرآن أخذها عليهم مولانا، وقال وعصى آدم ربه فغوى. وحدثنا عن نوح فقال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. بنزلش هذا من قدر نوح العظيم أنه من أولي العزم من المرسلين. وقال عن موسى عليه السلام وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وقال لسيد الرسل عبس وتولى عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وقد صلى على ابن سلول. وقال عن يونس فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هؤلاء الرسل الكرام هم صفوة الخليقة، والقرآن سجل بعض الملاحظات عنهم. وقال عن داود وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. عاوز تقول إيش؟ عاوز أقول إذا كان كلام القرآن عن أنبياء بهذا الشكل، ليه بعضنا بحاول أنه يجعل من مصطلح أولي الأمر ذات مقدسة تأليه؟ ليش لك أنبياء القرآن عم بتكلم عنهم إن وقعوا في أخطاء؟ ها؟ مش أنا اللي بتكلم، منزل القرآن هو اللي بتكلم سبحانه. فإذا انتقلنا إلى الواقع المشاهد، فإن تجربة في الحكم الديني أو المنتسب إلى الدين قد مضى عليها قرن كامل، تجربة بدون ما نحدد من حكم الدين أو هكذا كان الظاهر، وهي تعرض نمطا من التدين ومنهجا في التفكير الديني. رأت هي نفسها، أعني صاحبة التجربة، أن هذا النمط ليس الأصوب. هم شافوا، كنتوا تتحملوا حد ينقد هذا النمط؟ ما كنتوش تتحملوا أن بعتبر هذا This is typically الإسلام، هذا هو الإسلام طبق الأصل. الآن أصحاب التجربة قال لك أمو إحنا كنا غلط، مش رأيكم؟ القرآن بيكلمنا عن أنبياء وأنتم لا تقبلون الكلام على بشر، شو الدعوة؟ باسم الدين؟ أي لا، أنت تنقد أشخاص، تنقد اجتهادات فكرية، لا تنقد الدين، لا تخلطوا على الناس. فلما نقول نقد الخطاب الديني، نقد بقول الحلقة مش ولا بد، ما فهمناش، مش واضحة. أنت عدو الدين؟ لا إله إلا الله. وشو أنا الدين؟ من خاصمني خاصم الدين؟ لا. من نقدني نقد الدين؟ لا. أنا بتكلم بغلط، غلطي علي، مسؤوليتي بتحملها، ما بحملش ديني. المرأة لا تنتخب ولا تنتخب ولا تشارك في جنة. من وين الاجتهاد؟ هذا هو الدين، هذا فهمك، ثقافتك، بيئتك، مجتمعك المحلي، تقاليدك، مش الدين. حملتوها للدين. بعدين الآن قلنا ناس فري، فلت الناس، قال ما صدقوا، مثل زنبرك كان مضغوط بعدين رفعنا فط الزنبرك. شفت يا أبويا؟ عمو الدين ما بيجي بالعصايا، صلي 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 صلي. عمو الدين إقناع مش إخضاع، لا إكراه في الدين. شو نحكي؟ ما احنا بندور حوالين المسألة دوران عبين ما نوصل الفكرة. يعني أنا درت هالدورة كلها عشان أوصل الكلمتين، جبناها من أول التاريخ للآن عشان نوصل هالكلمتين. لما كنا ننتقد يعني كان إيش فيه؟
فتركته وبدأت بالتخلي التدريجي المتسارع عن التجربة، مع أنه لو نقد أحد من المفكرين تلك التجربة لقيل عنه كافر مبتدع ضال زنديق فاسق فاجر. أي شدعوا، أنا أنقد جهد بشري، اجتهاد بشري، فكر بشري، هو هكذا فهم الإسلام. ولواش أنت نقدت سيد قطب قلت عنه ضال مشرك؟ نقدت جهد بشري، مش نقدت القرآن اللي بيعرضه سيد قطب. ها، أما إذا انتقدوا أحد بنتقد القرآن، لا أنتم مش القرآن يا حجي. إننا نصنع بهذه المنهجية آلهة بشرية ولا أولياء أمور، عم تعمل آلهة بشرية، أو تصنع فراعنة بثوب ديني ولبوس إسلامي وعباءة تراثية. فرعون تراثي؟ أي لا، ما جاء الإسلام ليصنع فراعنة حجي، وما شاء الله أن يكون المسلمون فراعين على بعضهم، حاشا لدين الله أن يكون مصنعا ومصنعا للفراعين. وقد قال الله عنه عن أضرابه: واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ما بدنا نصنع فراعنة باسم الدين، بدنا نحرر الناس بالدين. متى استعبدتم الناس؟ زي بتوع السبايا، سبايا صبايا للبيع، سبايا داعش، احنا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ هذا دين الاحرار والحريه يا ابويا. اخواني، اساءوا للدين باسم الدين. والحديث يطول لكن الوقت ادركنا، وسامحوني اذا ثقلت عليكم واطلت عليكم. اسال الله تعالى ان يعيننا واياكم على ان نعرض اسلامنا الجميل كما ينبغي ان يعرض، وأن يوفقنا وياكم لخدمة هذا الدين، وأن نكون له ألسنة صدق نبين جماله. ما بده هذا الدين مجملات ومكملات، كامل الجمال هذا الدين، بس نعرضه مثل ما هو، نفهمه كما هو. وفقنا الله وياكم لهذه المهمة الشريفة، مهمة الأنبياء. بخير، نراكم دائما مرفوع الرؤوس أقوياء المعنويات معتصمين بربكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.